اوه صدقني هيد شوت. تعال يا عمري تعال. اوه صدقني هيد شوت. يا ويلي ايش الهيد شوت هذا؟ السلام عليكم. نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو وأفضل وأقوى حساسية هيد شوت وثبات إيم للجوال وللأيباد جيروسكوب وبدون جيروسكوب والجميع على الفريمات إن شاء الله. طبعا يا إخوان آسف على التأخير بهذا الفيديو. إن شاء الله يا إخوان بهذا الفيديو شاركت لكم الحساسية بشكل كامل وإن شاء الله أقوى حساسية ممكن تأخذونها بعد التحديث من أخوكم ماهر يوسف. كمان يا إخوان حطيت لكم روم من الجوال روم من الأيباد. فيديو ممتع يا إخوان عشان تستمتعون. وكمان يا إخوان اكتبوا لي تعليقات تحفيزية لأنه يا إخوان مثل ما وعدتكم راجع ستوري ان شاء الله على هذا القناه والقناه الثانيه. طالب منكم فزعه صغيره تروحون تشتكون القناه الثانيه لانه مجهز لها محتوى كثير كثير قوي. استنوني يا اخوان هالكم يوم نخلص جميع الظروف وان شاء الله راح نبدا بدايه جديده وقويه. حبايب اهم شيء لايك للفيديو واللي مو مشترك بالقناه كمان يشترك. حبايب تابعوني على الانستغرام وكمان يا اخوان انضموا على قناتنا التليجرام عم اجدد فيها كود الحساسيه وكود الاعدادات بشكل مستمر. افتحوا صندوق الوصف تلاقون جميع الرابط. نبدا بالفيديو ونقول بسم الله. For the red team! Killing spree for the blue team! The red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team! Dead! Cover me! First point for the red team! Reloading! You're about to win! The red team!
thing. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. جاني إعلان على هذا الموقع زيادة متابعين الانستغرام مجانا، وما أنصحكم تستخدموه على حساباتكم الأساسية فقط للإعلان. نفعل VPN ونضغط على أول خيار تسجيل الدخول، بعدين نحط معرف الانستغرام والباسورد. لنفترض بدنا أول خيار 25 أو 50 متابع، بعد ما نضغط عليهم يحولنا على هذا الصفحة. بهذا الخيار نحط معرف الانستغرام ونضغط على الخيار الأخضر، بعدين يحولنا على هذا الصفحة، هي ملفك الشخصي. نرفع شوي لفوق في خيار اسمه ستارت، نضغط عليه يطلع عندكم عداد. بس يخلص هذا العداد نروح نتوجه على الانستغرام، يطلع عندك انه تم تحويل المتابعين. هذول المتابعين يا اخوان وهميين، وما انصحكم تستخدمونه على حساباتكم الأساسية. يب اخواتي حبايبي، هم بيكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لحضوركم مشاهده الفيديو للاخير. اتمنى دعم المقطع باللايك، المهم اشتركوا بالقناه كمان. اشترك حبايب، اشتركوا بقناه الثانيه، راح اثبت لكم الرابط باول تعليق، لانه يا اخوان راح انشر عليها محتوى كثير قوي ان شاء الله. ومثل ما ذكرت عم اجدد كود الحساسيه كود الاعدادات بقناتنا على التليجرام. وحبايب كمان تابعوني على الانستا، جميع الرابط تلاقونها بالوصف، افتحوا صندوق الوصف تلاقون جميع الروابط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اوصيكم ثم اوصيكم ونفسي بتقوى الله. كان معكم اخوكم ماهر يوسف، اشوفكم فيديو جديد. دمتم في رعاية الله. سلام.